يلا مساء الخير يا تاسة، كيف حالكم يا ميس؟ يعطيكم العافية. اليوم كان امتحانكم، إن شاء الله كنتوا تكونوا موفقين طبعا بالامتحان أول إشي، إن شاء الله يكون سهل. هلأ في ناس ممكن علق معاها الجهاز، في ناس طلعت لها نتيجة، في ناس ما طلعت لها نتيجة، ما في مشكلة عادي. المهم هذا بالآخر جهاز، المهم أنت إذا جاوبت الأجوبة جوابك في السؤال كان نفسه صح خلص بيكون صح ونحسب لك العلامة صح، تمام؟ إن شاء الله كلكم على علامات تمام. يسلموا يا بشار، أنت متميز طبعا لأنك أنت اللي بتتابع وبتعب حالك وبتتفاعل معنا. يلا تاسع، شو رأيكم نبلش نكمل آخر فكرة بدرس الاقتران التربيعي؟ كيف نحله بيانيا عشان ننتقل للدرس الثاني، هو كمان كتير سهل. يلا طيب، وصلنا هذيك المرة لكيف نرسم اقترانات تربيعية، تمام؟ ودائما طبعا رسم الاقتران التربيعي رح يكون عبارة عن رسم تقريبي، رسم تقريبي. زي هذا السؤال. لما نيجي نرسم اقتران تربيعي راح يكون الرسم عباره عن رسم تقريبي، ما بقدر ارسم رسم اقتران تربيعي بالضبط، لازم يكون معك ورق بياني ولازم يكون معك هذا ورق التخطيط البياني، بتعرفوه؟ كنتوا تاخذوه زمان في السادس اتوقع. هيك بيكون رسمي دقيق، او اني ارسم على برمجيه. فانا هلا لما اعلمك كيف ترسم اقتران تربيعي فاحنا بنرسمه رسم تقريبي، تمام؟ احنا هيك بنرسم رسم تقريبي. طيب عشان ارسم اقتران تربيعي، لما اجي احكي لك ارسم منحنى الاقتران الاتي، عشان ارسم اقتران تربيعي بحتاج بس لشغلتين، راس الاقتران والمقطع الصادي، تمام؟ شو بحتاج؟ بحتاج لشغلتين، بحتاج لراس الاقتران، بحتاج لايش؟ للمقطع الصادي. طبعا كيف بطلع المقطع الصادي؟ بساوي سين بالصفر. وكيف بطلع المقطع السيني؟ بخلي صاد تكون صفر، تمام؟ كيف بوجد المقطع الصادي؟ بخلي سين صفر. وكيف بوجد المقطع السيني؟ بخلي صاد صفر. طيب انا عشان اطلع راس الاقتران شو بحتاج؟ بحتاج اطلع اول شيء قيمة سين اللي هي سالب باء على 2 في ألف، اللي هي سالب شو عندي هون؟ باء صفر على 2 ضرب 1 اللي هي بتساوي صفر. قيمة سين صفر، لما يكون عندي قيمة سين صفر بقدر اطلع المقطع الصادي. هاي صورة الصفر ايش بتساوي؟ هون صفر تربيعي اللي هي صفر. طب لو انا طلعت عندي سين تساوي 2 وبدي المقطع الصادي، ما بروح اعوض 2 لانه 2 هي صورة سين، انا بدي المقطع الصادي اللي هي سين بتساوي صفر، تمام؟ انا بس بدي اطلع المقطع، او خلينا هلا نحكي على راس الاقتران بعدها بطلع المقطع الصادي. راس الاقتران كيف بطلع؟ سين اللي هي صفر، صورة سين اللي هاي سين وهاي صاد، تمام؟ فشو عندنا راس الاقتران؟ راس الاقتران صفر، النقطة صفر صفر، تمام؟ النقطة صفر صفر. طب المقطع الصادي كيف أطوله؟ بساوي سين بالصفر، إيجاد مقطع الصادي. بحكي سين بتساوي صفر، وهي نفسها طبعا بس مش دائما حتكون نفسها، يعني لو كانت هون مش صفر رح تتغير، زي صورة الصفر وتساوي صفر، تمام؟ معناته هون عندي صاد تساوي صفر. طيب كيف بدي ارسمها؟ رسم تقريبي بدي ارسمكم اياها. طبعا راس الاقتران صفر صفر والمقطع الصادي صاد تساوي صفر، صح؟ يلا الاقتران، نرجع للاقتران، مفتوح لاعلى ولا لاسفل؟ مفتوح لاعلى ولا لاسفل؟
لأعلى لأنه معامل معامل سين. طيب وين رأس الاقتران؟ رأس الاقتران هون عند النقطة صفر صفر. وين المقطع الصادي عندي يا؟ هون صفر. إذا هي الاقتران تروح لا. صعب يا تاسع؟ طيب سهل. طيب معناته راح اعطيكم فرع باء واجب. فرع باء اللي هو س ناقص نص س تربيع هاي واجب انت ارسمها. هاي واجب انت تمام. في عندكم مشاكل اللي اعطيكم اياها واجب؟ تمام تمام. يلا تحبوا نحل فرع نحل لام س نحل فرع جيم مع بعض. نحل فرع جيم. يلا باجي احكي انا شو بحتاج هون؟ لرأس الاقتران مقطع صاد. طب رأس الاقتران اول شيء بدي سين اللي هي سالب باء على اثنين الف تساوي سالب. شو عندي انا هون باء؟ باء اللي هي سالب اربعة سالب سالب اربعة على اثنين ضرب واحد بتساوي اربعة اثنين وتساوي اثنين. شو تساوي عندي سين؟ ممتاز. طيب كيف بدي اطلع قيمة صاد؟ صاد بتساوي صورة الاثنين اللي هي عوض الاقتران. طبعا الاقتران مش مرتب مرتب من ثلاث فروق. اربعة زائد اثنين تربيع ناقص اربعة ضرب اثنين اللي اربعة زائد اربعة ناقص ثمانية. اربعة زائد اربعة كم؟ قامت. هلا انا عم بطلع رأس الاقتران مش عم بطلع المقطع الصادي. عم بطلع رأس الاقتران. رأس الاقتران زي ما كنا نطلعه قبل، طلع قيمة س ونعوضها نطلع صاد. هلا بورجيكي كيف بنطلع المقطع الصاد. يلا طب و8 ناقص 8 صفر. إذا شو رأس الاقتران؟ شو رأس الاقتران؟ 2 صفر. طيب بدي اطلع المقطع الصادي. ركز معي اطلع المقطع الصادي. شو هاجي بحكي؟ بحكي اللي هو صورة الصفر. مش المقطع الصادي يعني س تساوي صفر؟ يعني وين بيقطع محور السينات لما ص تساوي صفر؟ بعوض صورة الصفر في الاقتران اللي هي أربعة زائد صفر تربيع ناقص أربعة ضرب صفر. أربعة هاي كلها راحت. مال عندي شو المقطع الصادي؟ صاد تساوي هذا المقطع. وين بيقطع الصادات؟ إذا رأس الاقتران تلاقي اثنين صفر والمقطع الصادي يعني وين بيقطع الاقتران؟ بيقطعوا لما صاد بتكون أربعة. هلا بنشوف على الرسم. تمام هاي نيو. حكينا الرأس الاقتران شو طلع معانا؟ اثنين صفر. هذا الرأس ركز معي هذا الرأس. المقطع الصادي شو طلع؟ مقطع الصاد يعني لما س تساوي صفر طلع معي ايش؟ أربعة. هلا بدنا نرسم. يلا طبعا هذا رسم تقريبي يا ناس. رأس الاقتران لما س بتساوي 2 ص بتساوي صفر اللي هو هيك. طب الاقتران مفتوح لأعلى ولا لأسفل؟ مفتوح لأعلى ولا لأسفل؟ مفتوح لأعلى. معامل س موجب. طيب هلا أنا بدي أرسم الاقتران زي هيك صح؟
بس وين بده يقطع هون الصادات؟ وين؟ وين راح يقطع محور الصادات؟ بده يقطعها عند ال عند الايش؟ ممتازين، فرقتوا هلا كيف؟ عند الأربعة طبعاً هو انقطع عندي مش أربعة ثلاثة. أنا رسمته لفوق صح، بس بدي أعرف وين جهته. يقطع الصادات عند النقطة وين؟ أربعة. وصلت يا تاتا؟ صعب يا تاتا؟ طيب يلا ناخذ هلا فكرة جديدة. وآخر إشي بيكون آخر فكرة بهذا الدرس. يلا إذا خلصنا من هذيك الفكرة خلاص خلينا نبلش هلا بالفكرة الجديدة. إذا خلصتوا من الرسم خلاص خلينا نبلش الفكرة الجديدة. طيب يلا نبلش بهذا السؤال. طلعوا السؤال هنا شو بيحكي لي يا تاسع؟ ألو تاسع معي؟ بس الواجب بس ترجع الى الفيديو بتلاقيه، كنت كاتبه لكم اياه كتابه. بس نبعث لك الحصه مسجله بتلاقي الواجب مكتوب كتابه، هلا كنت كاتبه لكم اياه فوق كتابه. طيب شوفي تعالى بحكي لي يقطع الخط المستقيم الذي معادلته ص بتساوي سالب 3 س زائد 1 منحنى الاقتران التربيعي ق، حيث ق س تساوي س تربيع ناقص س زائد 2 جد نقطه التقاطع. شو يعني بتقاطع في بعض؟ بتقاطعوا يعني بيشتركوا في نقطة صح؟ شو يعني مستقيمين أو مستقيم واقتران بيتقاطعوا؟ بيتقاطعوا يعني بيلتقوا في نقطة. تمام؟ فأنا لما أحكي لك هذول مستقيمين بيتقاطعوا شو بتعمل أول خطوة؟ أول خطوة بنعملها بنساوي المستقيمين لبعض. نساوي المستقيمين ببعض اللي هو المستقيم. يعني شو معناته يتقاطع المنحنيان؟ يتقاطع المنحنيان يعني ص بتساوي ق س، يعني شو قيمة ص اللي هي سالب 3 س زائد 1، شو قيمة ق س اللي هي س تربيع ناقص س زائد 2. أول خطوة شو بعملها يا تاسع؟ بساوي يسار الاقترانين ببعض. تمام؟ بنساوي صح الاقترانين ببعض. لما أساويهم ببعض شو بعمل؟ بجمع الحدود. يعني بجيب هاي السالب 3 بجيبها هون، والواحد كمان بجيبه هون، شو بصير؟ بصير عندي س تربيع ناقص 3 س، هون ناقص بجيبهم عند ناقص س، شو بتصير؟ ناقص 4 س، واحد جيبيها هون، لا ناقص 30، بس نجيبها بتصير موجب 30، مع ناقص س شو بتصير؟ بتصير موجب 2 س، صح؟ صح تاسع؟ بتصير موجب 2 س. طيب وهون عند الواحد نجيب هون ناقص 1 ناقص 1، صح؟ طلع معي معادلة جديدة، مش اقتران، طلع معي معادلة. شو بسميها هاي المعادلة؟ هاي بسميها أو هذا شو اسمه؟ طلع معي بسميه الاقتران المرافق للمعادلة كاف السين. أيوة طلع معي معادلة تربيعية، شو اسمه؟ هذا بدي أعمله اقتران، هاي هاد معادلة، هاي طلعت معي شو؟ معادلة، هاي المعادلة بدي أروح أسميها أنا كاف السين. شو بدي أسميها هاي المعادلة؟ بدي أسميها اسم تاني غير صاد وغير قاف السين. شو بدي اسميها؟ بدي اسميها اسم، اسميها كاف السين. كاف السين هذا اقتران المرافق لهي المعادلة. طب انا ليش حولته من معادلة لاقتران بس انه سميته باقتران؟ عشان اضل اقدر اطلع له قيم سين واطلع له رأس الاقتران واطلع له صاد واشتغل عليه، صح؟ لانه انا بشتغل على الاقترانات، صح؟ انه انا ص
صح، عشان اقدر اوجد القيم اللي انا بدي اياها، اللي هي راس الاقتران وقيمة صاد، وايش وين بيقطع السينات وين بيقطع الصادات، عشان اقدر اعمل هاي القصص. فانا هاي المعادلة اللي سميتها اقتران، بس سميتها اعطيتها مسمى. وهذا الاقتران الجديد اللي اسمه س تربيع زائد 2 س ناقص 1، شو بروح بعمل له؟ تمام. هلا شو بدي اوجد؟ بدي اوجد قيمة س. شو هي قيمة س؟ اللي هي معادلة محور التماثل. يلا مين يوجد لي اياها؟ كيف بدي اوجد قيمة س هون؟ هي السالب ب على 2 ألف. السالب شو عندي ب هون؟ 2 على 2 ضرب 1 وتساوي، حتكون سالب 1 صح؟ حتكون سالب 1. طيب طب شو صورة السالب 1؟ طيب اسمع يا بشار، حكالي انه في عندي منحنيين، او عندي مستقيم صاد والمنحنى الاقتران تربيع قاف، هدول منحنيين وبده يعني اوجد نقطة التقاطع. بما انه حكالي اوجد نقطة التقاطع، معناته بيقصد اني اساوي الاقترانين ببعض، لانه متى بيتقاطعوا الاقترانين؟ بيتقاطعوا لما يتساووا ببعض صح؟ فرحت انا اول خطوة عملتها سويت الاقترانين ببعض وضبطت شكل الاقتران، يعني خليت السينات مع السينات والثوابت مع الثوابت، طلع معي إشي، طلعت معي معادلة صح؟ مش أنا سويت هاد في هاد، طلعت معي معادلة. هاي المعادلة سميتها كاف السين، وحكيت عنها إنه هاي المعادلة المرافقة لهاي إنه هذا الاقتران المرافق لهاي المعادلة، هذا الاقتران مرافق بس مجرد مسمى، إنه هذا الاقتران مرافق لهاي المعادلة، عشان أقدر أحكي عنه اقتران. ليش خليته اقتران؟ عشان أقدر أشتغل عليه. هلا بدي اطلع قيمة س، كيف اطلع قيمة س؟ اللي هي سالب ب، تمام يا بشار؟ اللي هي سالب ب على 2 ألف، وطلعت معي س تساوي سالب 1، طب كيف بدي اطلع ص؟ شو بعمل؟ مش طبعا ص هي تقاطع الاقتران، بدي اطول صورة السالب 1، شو صورة السالب 1 في الاقتران؟ طبعا في هذا الاقتران. هاي بدي احكي تقاطع المنحنيين عند النقطة سالب 1، طب شو صورة السالب 1؟ شو صورة السالب 1؟ يلا طبعا انتبه معي على شغلة يا تاسع، انا السالب 1 انا شو حاطط لك هون؟ صورة السالب هو القاف السين مش كاف السين، فأنا السالب 1 اللي طلعت معي بدي أعوضها في قاف مش في كاف، بدي أعوض سالب 1 في قاف مش في كاف، تمام؟ شو حتطلع معي؟ حتطلع معي؟ عوضولي إياها في قاف، لا بيطلع معي 2 صح؟ 2 اللي هي سالب 1 تمام تاسع. طبعا هذا السؤال يعني انا ما بدي احكي لك انه مش مهم، ما بدي احكي لك ما تركز عليه، بس هو يعني انا مش هدفي بالمادة انك تعرف هذا السؤال، تمام؟ ما بحكي لك انه مش مهم، ما بحكي لك اتركه، بس مش هدفي بالمادة انك تركز على هيك سؤال. هدفي انك انت تمسك اقتران تربيعي، تطلع رأس الاقتران، تطلع لوين فتحته، لفوق ولا لأعلى ولا لأسفل، تطلع لي قيمة عظمى، تطلع لي قيمة صغرى، تعرف لي وين بيقطع محور الصادات، وين بيقطع محور السينات، هذا أكثر إشي بيهمني بالدرس. هلا هاي فكرة جاي بالدرس، أنا ما بقدر أفشي عنها وما أشرح لك إياها، فأنا مضطر أشرح لك إياها، لكن أنا مش هدفي هذا السؤال، تمام؟ هذا السؤال مجرد إنه كان معروض بالسؤال فأنا في الكتاب، فأنا ما حبيت إنك أنت تمرق عليه وتسأل حالك ليش المس ما شرحت لنا إياه، فأنا هيني شرحت لك إياه، بس أنا مش هذا هدفي بالدرس، تمام؟ يلا، هيك خلص السؤال، رح لكم سؤال واحد من تمارين ومسائل، أتوقع حليناه،
حليناه سؤال واحد 8 مسائل صح؟ حليناه ممتاز. سؤال اثنين حليناه كمان صح؟ طيب طبعا هذا السؤال نفس اللي انا شرحته قبل شوي، انك بدك تساوي الاقترانين ببعض، تساوي الاقترانين ببعض بتظبطهم بيطلع معك اقتران جديد. هذا الاقتران الجديد شو بتعمل فيه؟ بتطلع له قيمة س وبتعوض قيمتها بالاقتران وبتقدر تسوي. تمام؟ لا هذا ما حللنا نقطة تقاطع، ما حللنا، مش ما حكيت لك شو بتعمل؟ تيجي بتحكي تقاطع يتقاطع لما س تربيع بتساوي 6 س ناقص 9، بتظبطها بتصير س تربيع ناقص 6 س زائد 9. تمام؟ هاي معادلة، شو المعادلة المرادفة؟ خلينا نسميها مثلا كاف س، اللي هي شو حتكون؟ س تربيع ناقص 6 س زائد 9. هاي مرافق، المعادلة مرافق للاقتران، مرافق للمعادلة. نسمع منها بشوي. هلا شو بتعمل؟ بتطلع قيمة س اللي هي سالب بعد 2000 وبتعوضها بالاقتران بالقاف س وخلص جاوبتي كلها. يلا خلينا نشوف في كمان سؤال. هيك يا تاسع بيكون ان شاء الله خلصنا اول ثلاث دروس من الوحدة الثانية. هلا انا بدي اطلب منكم طلب صغير عشان نقدر نبلش الدرس الرابع. معي انتو يا تاسع؟ بدي اطلب منكم طلب صغير. الطلب هو انك تراجع لي، انكم تراجعوا لي اول درسين تبع، تذكروا الدروس اللي اخذتوها اول فصل كيف نحلل معادلة تربيعية، اما بفرق بين مربعين او فرق بين مكعبين ومجموع مربعين مجموع مكعبين، وكيف نحلل عبارة تربيعية ثلاثية الابعاد اللي على صورة الف س تربيع زائد با س زائد جيم. هدول كتير 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 مهم انكم تراجعوهم، لانه درسنا اليوم درس هذا الدرس والدرس اللي وراه والدرس اللي وراه بيعتمدوا على كيف نحلل. اذا بتعرف تحلل الدرس كتير حيكون سهل وكتير حيكون حلو. تمام؟ طب انا اليوم ما بدي اتقل عليكم كثير عشان عندكم امتحان بكره. خلص هيك بكفي اليوم. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بكره بشوفكم بالدرس الجديد.